في القرآن المهجور، يعني القرآن الذي الإنسان يهجره لا يقرأه لا يعمل به، هذا يسمى بالقرآن المهجور. يجب على الإنسان أن يعمل به. أنا أكون في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: شافع مشفع وماحل مصدق. يعني يوم القيامة يأتي شافع، إذا شفع لك الله يقبل شفاعة، إذا هم شكاك ماحل يعني شافي، إذا شكاك الله ما يقول لأجلك شاهد أو لا، هو بمجرد شكوته فورا يصدق. وأكو في الحديث: يأتي القرآن يوم القيامة يشوف فرد صورة جميلة عطرة نظيفة تأتيه وتقول له: أنا معك أرشدك إلى حيث ما تحب. فيقول: من أنت رحمك الله؟ يقول: أنا القرآن الذي كنت تتلوه في أطراف النهار وآناء الليل، وأنت وأنا في أحوج ما نكون. ذاك اليوم الخائف المرعب يشوف كل شيء ما عنده. لذا في الحقيقة خصوصا شبابنا من الضروري عليهم فالصفحة قرآن يقرأ.